مرحبا بكم مشاهدي قناة الدي ار جي تي في. أجرى فريق الدفاع الحسني الجديد حصته التدريبية ليوم الخميس من الشهر الجاري بملعب الغولف الملكي بالجديدة. الحصة التدريبية عرفت غياب 6 عناصر أساسية للفريق نظرا لالتحاقها بمعسكر المنتخب الوطني المحلي، والأمر يتعلق بكل من الحارس يحيى الفيلالي، المدافع مروان الهدهودي، وسط الميدان محمد علي بو معمر، والثلاثي الهجومي أيوب نناح، حميد أحداد، وعدنان الورد. عرفت الحصة التدريبية كذلك حضور مجموعة من لاعبي فريق الأمل، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين الذين يخضعون للاختبارات التقنية والبدنية رفقة الفريق. ونترككم مشاهدينا مع أبرز لحظات هذه الحصة التدريبية. في أمان الله.